هارون سامعني؟ خاطب جديد بيتجوز الايام الجايه يعني. اذا سامعني غمض عينك مره ثانيه. هو هدوا بيته قبل شهرين. بالنسبه للمريض اللي هو هارون ابو عرام الشاب اللي ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله، وصلنا على الطوارئ قبل 4 ايام في حالة صحية سيئة جدا نتيجة تعرضه لإطلاق طلق ناري من مسافة 0 تقريبا في منطقة الرقبة. المريض وصلنا على الطوارئ في حالة طبعا نزيف من منطقة الرقبة، في حالة عدم وعي نهائي. طبعا تصرفوا معه في الأطباء في قسم الطوارئ بطريقة إسعاف أولي، وضعوا المريض على جهاز تنفس صناعي، بلشوا طبعا معه في المحاليل الوردية ونقل الدم حتى يعوضوا السوائل والدم اللي فقدها نتيجة النزيف. طبعا مباشرة فيما بعد قدروا يوصلوا للحالة إلى نوع من أنواع الاستقرار، نقلنا مباشرة على قسم الأشعة وقمنا بعمل تصوير مقطعي لمنطقة الرأس والرقبة والصدر. تبين مبدئيا انه الطلق الناري ادى الى حدوث اضرار كبيرة جدا وشديدة في فقرات الرقبة اللي هي الفقرة الخامسة والسادسة والسابعة. المريض حاليا اللي عندنا اليوم رقم 4 في قسم العناية المكثفة، المريض على اجهزة على جهاز التنفس الصناعي وعلى على ادوية بضخ مستمر في الوريد للحفاظ على ضغط الدم ونبضات القلب. طبعا الصورة المقطعية المبدئية ما أعطتنا تفاصيل كاملة عن الإصابة للنخاع الشوكي في منطقة الرقبة، ولكن الفحص السريري ببين عنا أنه المريض في فقدان للحركة والحس في الأطراف الأربعة، منطقة ما من الرقبة وتحت. هذا واحد. اثنين، في عدم قابلية للمريض للتنفس بشكل تلقائي من ذات نفسه، وهذا كمان نتوقع نتيجة ضرر اللي هو العصب اللي بغذي الحجاب الحاجز واللي بيساعد الإنسان على التنفس، فهو معتمد اعتماد كلي على جهاز تنفس، بالإضافة إلى اعتماده على دواء معين بنسميه بنفرين عشان نحافظ على ضغط الدم، وهذا كمان برضه بفسره اللي هو إصابة الأعصاب في منطقة الرقبة. هارون عمره 24 سنة، لحد الآن صعب، بس بعينيه يعني بحرك عينيه بس. بيحكوا انه الاكسجين هو لو قاموا عن الاكسجين الموجود الحين يمكن ما يعيش، انا شغال على الاكسجين اللي عنده. هو موجود في بيته يعني، دي اللي اصلا اصلا جيتهم عليه اعتداء. جيتهم على داره اعتداء. هذا اللي بدهم اياه المحتل يعني، بدهم حتى لو يقدروا يمنعوا الهواء بيمنعوه. مش بس ماتور كهرباء او برميج مي او اي شيء. كل الوسائل بيضغطوا علينا لنسيب الارض، واحنا مش سايبينها. في هارون وفي غيره وفي غيره.